سياسين حسيني، انت بصفتك شاب مدينة العيون الشرقية، علاش هاكو خادين هاد الاعتصام هنا حدا البشوية ديال العيون الشرقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خدينا هاد الاعتصام، كان في البداية يوم الجمعة، كانت هناك وعود من السيد الباشا، خدا قالك انا ناخذ سميتكم، ولكن من جينا نشوفو كان داكشي غير باش ما يبقاش باش يفضل الاعتصام، ولكن عطانا الوعد اننا غادي نجي نشوفو واش غادي يكون هناك تجاوب يوم الاثنين. جينا يوم الاثنين ما خلاوناش ندخلو، قالك ممنوع تدخل البشوية، واخا هي مكان عام يعني بالنسبة ل ما خلاناش ندخلو. جلسنا كنستناو السيد الباشا من 8:30، حنا كنستناو السيد الباشا، المهم يقدر يكون جا مع 11 هكا، ما سوقناش، ما حاورنا، ما عطانا حتى شي اهميه، بحال كاع ما كاينينش. المهم عاود مشى ولا حتى 3 د العشيه، يعني ما حاورناش. المشكل ديالنا هو اننا المهم 4 طلبه مجازين، جينا في شهر 7 قبل ما يبدا التكوين بواحد المده كبيره، سجلنا كيفنا كيف كاع الناس، التكوين ديال البيداغوجيه هذا اللي احتويت، التكوين ديال البيداغوجيه بحالنا بحال كاع الناس. من بعد من جينا نشوفوا حنا بحال الناس، بعد من جينا نشوفوا قال لك راكم داك الشيء راه غير بالعدد، واخا هو حقنا التكوين، الدستور كيقول لكم حق التكوين. من جينا نشوفوا قال لك العدد محدود، واخا العدد كل مره كيزيد وداك الشيء غير من تحت لتحت. المهم تحاورنا مع السيد القائد، ما عطاناش حل، قال لك انا ما عنديش السلطه. مشينا عند السيد الباشا، قالنا مركيو سمياتكم، يعني دار معنا واحد مركيو سمياتكم، عطيونا ضمون سنيه وداك الشيء، ما كانش تجاوب. مشينا عند السيد الكاتب العام، مشينا عنده، عطانا واحد الكلام غير منطقي، حيت في الاول كان يقول لك داك الشيء عدد محدود، ومن جينا نشوفوا من بعد لقينا ديك الهضره واحد السيد مسؤول غير حقيقيه، وهذا هو اللي زاد حطمنا حنا. ومن بعد باش نفوتوا من الترتب تاع السلطه، مشينا صفتنا واحد الرساله للسيد العامل، ما كانش شرط، واخا حنايا غير مجازين فقراء وداك الشيء، باش نخلصوا حنا نمشيو للتوريث ونوليو. انا راه كنقلعها من الجيوب نتاع الوالدين ديالنا، وكان كان عندنا الفلوس راه كون دفعنا ضمون حتى الرباط، راه حتى واحد الحق نتاعنا ننتزعوه منا بواحد الطريقه غير مشروعه. من بعد جينا نشوفوا هنايا، لقينا من جينا سمعنا اخبار بالله واخبار مضبوطه بالله، شي ناس دخلوا بالعرف يعني بالوجهيه، ويعني داك الشيء مضبوط بالاسماء، وشي ناس دخلوا ما داروا لا ضوموند لا والو. من جينا نشوفوا لقينا واحد لا ليست، حنا كان في انا السميه نتاعي والسميه نتاع بعض المعطلين، كانوا من الاوائل. من جينا نشوفوا الاسماء اللي استفدوا من مدينه العيون، يعني الاسماء ما كاينينش في ديك لا ليست، ومن شفنا لقينا بالله هما هذوك هما اللي دخلوا بالعرف، يعني الناس نتاع الوجهيه وناس نتاع العرف، غير اللي عارف با اللي عارف هذا صاحب الباشا خدام في البشويه، هذوك هما اللي دخلوا. انتم يعني بصفه عامه المطالب ديالكم، المطلب الوحيد ديالكم هو الاستفاده من هذا البيداغوجي، استفاده من التكوين البيداغوجي بحالنا بحال الناس كيان. الناس ديال العيون استفدوا من مجموعه ديال الطلبه اللي استفدوا، مجازين استفدوا، الناس بوعرفه استفدوا كاملين، الناس بوعرفه استفدوا كاملين، وكان اشعار. وبغيت نقول واحد الحاجه بالله، هذا التكوين اللي دار، هذا التكوين اللي دار ما كان داك الشيء غير من تحت لتحت، غير لا تعرف صاحبي جيب صاحبك، هذا الشيء ما كانش اعلان، ونتحدى اي مسؤول يوريني شي اعلان. كانت الاخر يعني ما كانوش منفتحين، لا كانش، كان داك الشيء من تحت لتحت، وكان يعني واحد الخروقات اللي جسيمه، يعني اي مسؤول راه تعرف باش يدير داك الخروقات، عارف بالله ماشي مسؤول بتاتا. يعني حنايا بغينا نزيد واحد المطلب، بغينا يجي شي مسؤول يتحاور معنا، وغادي نفضحوا هاد الناس، غادي نفضحوهم مزيان على هاد الخدمه اللي داروها معنا. حنا راه تبقى فينا هاد الحرقه اللي ما صحبتناش، صحبتنا الدستور نتاع 2014 لكن واحد جديد، يعني بلا ما بقاوش دوك الممارسات. ملي كنجيو نشوفوا المسؤولين كبار
ومسؤولين في السلطه في مدينه العيون ولا باقيين كيديروا مدينه العيون ومدينه التوريد باقيين مازال كيديروا هادو اللي انا صحتنا كلاهم الظهر هاد الخروقات ويعني وكيقولها لك نيشان راه دارها راه ما بقاش القانون في هذا وحنا غير طلبه مجاز ما بغيناش شي حاجه انا مازال ما طلبنا لا بالشغل لا بوالو حنا بغينا غير الحق في التكوين باش انت حنايا ندخلوا المدارس هذا احكي لنا على الاهميه ديال هذا التكوين البيداغوجي يعني فاش ينفعكم انتم كطلبه مجاز هذا التكوين البيداغوجي هذا حنا مجازين حاصلين على واحد لانات تقدر ما تخولناش اننا ندوزو في الامتحان تاع الانتقاء الاول حنايا مجازين كندوزو 3 سنين في الجامعه غير انه امتحان واحد هو هذاك يعني غير باش ندوزو يعني وحنايا هاد التكوين يعني كي واحد الحاجه اللي مهمه في اي مهمه بزاف حيت الا ما حيدنا السيليكسيون ولا ما زدنا شي حاجه راه ماشي نقدروا ندوزو في داك الامتحان ويعني انا بلا حياتنا تقريبا ضاعت ودابا هاد المعتصم اللي راكم خادين واش ناويين تطولوا فيه ولا غادي توقفوه ولا حنا اول حاجه غادي تساعدوا ولا بسم الله الرحمن واحد الحاجه حنا قبل ما ندخلوا المعتصم يعني ماشي شنو دخلنا المعتصم حنا اول حاجه مشينا داك الشيء قانونيا يعني بثلاث من السلطات مشينا داك الشيء قانونيا وتحاورنا درنا واحد المعتصم جزئي وجات السلطه قالت لك عطينا سمياتكم يعني واحد المسؤول كيقول لك عطيني سمياتي يعني ان راه خاص تكون عنده السلطه انه يحل لك داك المشكل الا ما عندوش القدره انه يحل المشكل ما يخدمش عليك السياسه حنا ما كنخدموش السياسه هنا حنا بغينا غير الحق ديالنا وهذا الشيء اللي